السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد فريد. النهاردة ان شاء الله هنكمل في يونت 3، لكن معانا بارت 2، وبيتكلم طبعا في المجمل عن الكالرز واللايت اند دارك كالرز، الالوان الفاتحة والداكنة. هنقرا مع بعض شوية الالوان دول وبإذن الله هنقولهم مع بعض. انا هقراهم مرة الاول وبعد كده هنقراهم مرة تانية مع بعضينا ان شاء الله. ريد يعني احمر، ريد يعني احمر، اورنج يعني برتقالي، اورنج برتقالي، دارك بلو يعني ازرق غامق او داكن، دارك بلو، دارك بلو يعني عايز اقول ازرق غامق او داكن هيبقى دارك بلو، لكن لو عايز اقول بقى الازرق فاتح هيبقى لايت بلو، لايت بلو، لايت بلو. بعد كده اسود هيبقى بلاك، اسود يعني بلاك، جراي يعني رمادي، جراي يعني رمادي، pink يعني وردي، pink يعني وردي، green أخضر، green أخضر. بعد كده عندنا شوية كلمات برضو جميلة أوي ممكن نبقى حابين نعرفها. spider يعني عنكبوت، spider يعني عنكبوت، badge شارة أو badge، badge يعني شارة أو badge بالعربي، tennis ball كرة تنس، tennis ball كرة تنس، football كرة قدم، فوتبول كرة قدم، هوم يعني بيت، هوم، هوم. بعد كده الرسم ارت، رسم ارت، لانش الغداء، لانش الغداء، كلوك يعني ساعة حائط، كلوك يعني ساعة حائط. وبرضه بالنسبة لكلمة ارت هنا الرسم، الارت عامة ممكن برضه يجي معانا كلمة فن. هنقول بقى الكلمات ونقولها تاني معايا. اول كلمة زي ما قلنا red يعني احمر، red يعني احمر، يلا معايا red، ايوه red. orange يعني برتقالي، orange، orange، ايوه معايا orange. dark blue يعني ازرق غامق او داكن، زي ما قلنا ان الازرق ممكن نقول عليه داكن او فاتح، فالازرق الغامق او الداكن هيبقى dark blue، dark blue، يلا معايا ايوه dark blue. بعد كده عايز اقول الازرق بقى الفاتح light blue، معايا يلا light blue، light blue ازرق فاتح. بعد كده اللون الاسود هنقول عليه black، black اسود، ايوه black. يبقى الرمادي بعد كده gray، ايوه معايا رمادي يعني ايه، ايوه مستني gray، رمادي يعني gray. الوردي بقى معناه pink يعني pink، يلا قول معايا pink، ايوه pink. اخضر يعني green، ايوه معايا green، بتقول ولا ايه، يلا اخضر يعني green، green. بعد كده شوية كلمات معانا هنقولها تاني، يلا spider يعني عنكبوت، spider عنكبوت، spider عنكبوت. وفي اشارة او badge يعني badge، شارع بادج بالعربي يعني بالانجليزي بادج. كرة تنس تنس بول، ايوه معايا تنس بول، ايوه كمان تنس بول. فوتبول يعني كرة قدم، يلا معايا كرة قدم يعني ايوه فوتبول، ايوه فوتبول. هوم يعني بيت، هوم يعني ايوه بيت، هوم تاني هوم. الرسم او زي ما قلنا ممكن تبقى كلمة فن، هتبقى art، art. يبقى الرسم او الفن او فن يعني art. lunch الغداء، lunch الغداء، ايوه كمان مرة lunch تاني lunch. ch هنا شايفين بتنطق ازاي، lunch الغداء. clock يعني ساعة حائط، clock يعني ساعة حائط، تاني clock، تاني clock. بعد كده معانا شوية vocabulary تانية، الكلمات دي هنقراها برضو مرة وبعد كده هنقراها سوا. light يعني فاتح، light يعني فاتح، داكن أو غامق يعني dark، داكن أو غامق يعني dark. art class يعني حصة درس الرسم، حصة أو درس الرسم art class. يتناول أو يملك have. tennis يعني لعبة التنس، color يلون، color يلون. يتناول الغداء have lunch، يتناول الغداء have lunch، ده تعبير معادي كده، هيبقى يتناول الغداء يعني have lunch.
يلا نقولهم بقى سوا، فاتح لايت، فاتح لايت، ايوه كم مره لايت، داكن او غامق يعني دارك، ايوه انا هسمعها يلا ولا ايه، داكن او غامق دارك دارك ماشي. حصة أو درس الرسم هيبقى آرت كلاس، آرت كلاس، حصة أو درس الرسم آرت كلاس. يلا كمان مرة معايا آرت كلاس. بعد كده يتناول أو يملك هاف، يتناول أو يملك يعني هاف. يلا كمان مرة معايا هاف. لعبة التنس تنس، تنس. يلون كولر، أيوه كولر. يتناول غداء have lunch، يتناول غداء have lunch. كمان مرة يتناول غداء have lunch. لكن عندنا جزء هنا بيقول read and learn، هنقرأ ونتعلم. what color is it، ما لونه أو ما لونه. فهنا لما باجي أسأل عن اللون بقول what color is it، عن لون شيء. فهنا what color is it هي بتقول له it's red، إنها حمراء. هنا بيشاور لها على البالونة والكرة دي، هي بتقول له it's red. اللون اهو غيرناه. بعد كده it's red، انها حمراء. what do you do on Saturday، بيسألها ايه اللي هتعمله، او اللي بيسأل اللي بتسأله ايه اللي هيعمله يوم السبت، فبتقول له ماذا تفعل ايام السبت. what do you do on Saturday، طبعا احنا واخدين بالنا ان Saturday يوم السبت، جه قبليها حرف on، حرف on، وهنعرف بعد كده استخدام بعد كده اكتر، هنشرحه مع بعض. بعد كده I collect magnets and play and I play sports، هنا طبعا اجمع المغناطيس وامارس الالعاب الرياضيه، واستخدم اند لان الحاجتين هنا بيعملهم، فبيقول I collect magnets and I play sports، اجمع قطع المغناطيس وامارس الالعاب الرياضيه. I play sports، يبقى I collect magnets and I play sports. بعد كده نستخدم حرف الجر on مع، هنا بيقول في عطله نهايه الاسبوع هيبقى on the weekend، يبقى weekend بيجي قبلها on، والايام زي Saturday Sunday ايام الاسبوع. وبكده يبقى on تيجي قدامنا هنا حاجتين تيجي قبلهم، كلمة ويك اند او ذا ويك اند هتبقى on تيجي قبلها، وبرده ايام الاسبوع زي Saturday Sunday لما اجي انطقهم في جملة هيبقى on Saturday او on Sunday، ده ممكن استخدم معاه. بعد كده هنا في عندي امثلة، what do you do on the weekend، ماذا تفعل في نهاية او في عطلة نهاية الاسبوع، و what do you do on Friday، فسواء استخدم the weekend او Friday بيجي قبليهم on، يبقى هنا عرفنا استخدام حرف on. وبكده ابارت 2 خلص، وان شاء الله الفيديو اللي جاي ابارت 3. اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم شير ولايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه محدش اشترك فيها، يا ريت يشترك معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.